هوية بريس. شكر جزيل لجميع السيدات والسادة الصحفيين المحترمين على حضورهم أطوار هذه الندوة الصحفية. كذلك أشكر السيد رئيس نادي الصحافة على هذه الاستضافة الكريمة في مقر النادي. تعلمون جميعا أن فيدرالية جمعية المحامي الشباب دأبت على تنظيم ندوة صحفية بعد كل سنة لتحاول من خلالها أن تبرز وضعية المحاماة والقضاء وحقوق الإنسان خلال السنة. كما لا يخفى عليكم أن فيدرالية جمعية المحامي الشباب بالمغرب ومنذ تأسيسها قبل عقود ضمت تمثيلية مهمة للمحاميات والمحامين الشباب، صارت تشمل الآن 16 جمعية. حاولت مؤخرا الاشتغال بإيقاع مرتفع ومسؤول كلما دعت الضرورة ذلك بالنضال تارة وبالترافع تارة أخرى والاقتراح إلى غير ذلك. انكبت على مجموعة من القضايا المهنية الصرفة، قضايا أخرى تتعلق بمنظومة العدالة دون إغفال لقضايا المواطن وحقوق الإنسان والحريات العامة. في هذا الإطار لا بد أن نعلن بأن الانطلاقة في المواكبة والترافع وإيقاد شعلة أمل احتجاج المشروع أشعلتها الفيدرالية قبل سنتين تتويجا لتراكم طويل دفاعا عن دولة الحق والقانون والقضايا المهنية والحقوقية العادلة. الفيدرالية الآن تستمر في محاولة الالتزام بالبرنامج الترافعي والاحتجاجي المسطر سابقا، وبالتالي نعول وتعول الفيدرالية على الانخراط التلقائي للجميع داخل الجسم المهني للمحاميات والمحامين. الباعث على هذا الترافع وعلى هذا الاحتجاج هو النضال والمصلحة الجماعية للمواطن والوطن والمحاماة. وهي مناسبة للتأكيد على تشبثنا بالشرعية التاريخية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المجسدة في جميع التوصيات والأدبيات والمواقف التي أنتجتها مؤتمراتنا ومؤتمرات الجمعية ومؤتمرات جميع الإطارات المهنية للمحامين. طبيعة الحال هذا الموروث الحقوقي والمشرف لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لا بد أن يستمر تجسيدا لخطها النضالي دفاعا عن الحريات والحقوق وتحصين الأدوار القانونية والحقوقية الطلائعية لرسالة الدفاع. هذه الطفرة في الترافع والاحتجاج التي شهدتها الساحة المهنية مؤخرا لديها عدة مسببات، نبدأها بأهمها وهي استشراء الفساد بكل مظاهره في كل مستويات منظومة العدالة. ثانيا تغول السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة عن التصدي لها مما نتج عنه وضع كارثي بكل المقاييس انعكس على الغالبية العظمى للمحامية والمحامين والقضاة الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة ويرفضون الاستسلام لإغراءات الفساد وإكراهات المفسدين من كل الجهات المتدخلة في منظومة العدالة. ثالثا الاغتيال التدريجي والمتصاعد لحصانة الدفاع عن طريق المتابعات والمقررات التأديبية التي باتت تستعمل بشكل سافر لإرهاب الدفاع وإخراس صوته ولجم قدرته على التعبير الحر عن آرائه ومواقفه سواء في مرافعته أو بمناسبة ممارسة مختلف المهام النقدية أو الدفاعية كضمانة جوهرية لحماية الحقوق والحريات. وتحول ذلك إلى حملة شرسة
عرف ذروتها بالوصول إلى قرارات قضائية بالحبس النافذ بسبب ما يرد في مرافعة الدفاع والتعبير عن الآراء السياسية، وهو ما لم يحدث حتى في سنوات الرصاص، وما حالة السيد النقيب محمد زيان عنا ببعيدة. رابعا، إدراج مقتضيات غير دستورية بمشروع قانون مالية 2023 تكرس العمل بنظام ضريبي مجحف في حق المواطنات والمواطنين، نظام لم يراعي خصوصية مهنة المحاماة ولا أدوارها المجتمعية ولا الأوضاع المادية لأغلب ممتهنيها ولأغلب شرائح المواطنات والمواطنين المغاربة، نتيجة تملص الدولة من التزاماتها بتمتيع المواطنين من استفادة من المساعدة القضائية في جميع الدعاوى والمساطر القضائية، مع محاولتها إغراقا عدديا كبيرا دون تكوين للمنتسبين الجدد، وبغض الطرف عن حماية مجال العمل والتغاضي عن كل الطفيليين والسماسرة والمفسدين، الشيء الذي اضطر الجسم المهني إلى الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة كان لها الأثر الكبير في خفض تلك الأعباء التي جاء بها قانون المالية، والتي سيستمر النضال المبدئي بشأنها لاستمرارية ضربها الحقوق الدستورية للمواطنين والمواطنات. خامساً، التواطؤ على عدم إخراج قانون حديث ومتطور لمهنة المحاماة، وابتداع مشروع قانون ومشروع قانون معهد للمهن القضائية حشرت فيه مهنة المحاماة أعد بعيداً عن أي مقاربة تشاركية مع المؤسسات المهنية للمحامين، تبدو من قراءة هذه النصوص إشكاليات عديدة تتعلق باستقلالية المحامي بولوجه بتكوينه الأساسي، وهي مشاريع تضر بالمحامين الشباب وبحصانة الدفاع وبالمواطن كذلك، لعدم تمكينه من حقه الدستوري في الولوج المستنير لمنظومة العدالة. تظهر كذلك إصراراً لمن طرح هذه المسودات بالإذعان لشركات أجنبية للمحاماة، وظهر جليا بأن هذه التعديلات تستهدف عمق ورسالة مهنة المحاماة بإفراغها من مضامينها القيمية والحقوقية ومحاولة تحويلها إلى مهنة خدماتية عادية. سادساً، محاولة إقصاء المؤسسات المهنية للمحامين والإطارات التنظيمية المهنية وانفراد السلطة الحكومية المختصة بإعداد وصياغة مشاريع القوانين بشكل يتنافر بشكل مطلق مع مبادئ العدالة الحقة، وبالإعلان الأحادي عن تنظيم امتحان المحاماة لضرب مصداقيته كمًا وكيفًا في محاولة لإغراق مهنة المحاماة بأعداد كبيرة دون توفير أرضية صلبة لاستقبالهم تشريعًا وتكوينًا وممارسة. سابعًا، تثمين المكتسب الاجتماعي لنساء ورجال الدفاع والمتمثل في التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والتي توفر لهم التغطية الاجتماعية اللائقة بكرامتهم، وهم بذلك يعتبرون أنفسهم منخرطين بقوة في الورش الملكي للتغطية الاجتماعية. ثامناً، التراجع الخطير لكل مؤشرات الأمن القانوني والقضائي بسبب تسييد ثقافة التعاطي الكمي والإحصائي مع المنازعات المعروضة على أنظار القضاء، والتي تحيل الحقوق والحريات إلى مجرد أرقام تزود آلة الإحصائيات والرسوم البيانية، والاستمرار في المحاكمة عن بعد في المجال الجنائي في العديد من المحاكم رغم مساسها وإهدارها لكل مقومات المحاكمة العادلة. تاسعاً، طرح الحكومة المغربية لمجموعة من مشاريع القوانين بالجملة في محاولة للإسراع
بتحقيق أغراض سياسية وخاصة على حساب المصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين وجموع المحاميات والمحامين، والذين تيقظوا لذلك وناضلوا وضحوا لمدة شهر كامل مجسدين مسارا نضاليا بطوليا غير مسبوق. عاشرا، الانتكاسة الحقوقية المتراكمة في تعامل القضاء مع الملفات السياسية والحقوقية، والتي أحبطت كل المدافعين عن استقلال السلطة القضائية وعلى رأسهم نساء ورجال الدفاع الذين ناضلوا بشراسة من أجل انتزاع هذا المكتسب الديمقراطي، أملا في جعل القضاء سلطة حامية للحقوق والحريات. وعلى الرغم من المقاومة الشجاعة التي يبديها عدد مهم من السادة القضاة المتشبعين بالثقافة الحقوقية والقانونية الطامحين لجعلها المضمون الحقيقي والمرجع الوحيد لاستقلالية السلطة القضائية، إلا أن السياق العام تشكله ملامح القوى المحافظة داخل القضاء، والتي تحوله بوعي أو بدونه إلى مجرد أداة لتصريف مواقف الدولة من الحريات العامة والفردية ومن كل أشكال المقاومة المجتمعية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الرسمية. وتقف شاهدة على ذلك العشرات من الأحكام القضائية التي صدرت في حق صحفيين وحقوقيين ومحامين وكل من يحاول ممارسة حقه في التعبير الحر عن الرأي أو التجمع أو الاحتجاج أو التنظيم الجمعوي وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المحال عليها في ديباجته. 11، التيه المتعمد الذي تعرفه أغلب ملفات الفساد المفتوحة والتي يتم تهدئة أطوارها تدريجيا حتى تمر العاصفة لتقفل المتابعات فيها وتصبح نسيا منسيا بشكل يجعل الدولة تفقد هيبتها الداخلية ويضر بصورتها وصيتها الخارجي، ويفقد المواطن الثقة في مؤسسته بشكل كامل، مما يؤثر سلبا على مناخ الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 12، تسارع مسلسل الغلاء الفاحش ضدا على القدرة الشرائية للمواطنة والمواطن المغاربة، ورفع الدولة يدها عن دعم ومواكبة الفئات الفقيرة التي توسعت شريحتها بعدما التحقت بها آلاف الأسر التي كانت تعتبر ضمن الطبقة المتوسطة، والتملص من مسؤولياتها في التدبير الأمثل للقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والشغل وغيرها، وتركها رهينة للجشع والمضاربة والريع. إننا إذ نعدد بعض الأسباب المنتجة للوضع المهني والحقوقي المتأزم الذي استوجب إجابة احتجاجية ونضالية في مستوى التحديات، فإننا لازلنا نؤكد على بعض المطالب الأساسية التي تعتبر مفاتيح لإصلاح الوضع المأزوم، مشددين على أنها تعتبر فقط جزءاً من المطالب المشروعة التي أجمع عليها المحامون بالمغرب. إن الأشكال الاحتجاجية التي تشكل أداة مشروعة للتعبير عن السخط من الاختلالات المذكورة أداة ناجعة انتهجناها وسننتهجها عند الحاجة لدفع كل الفاعلين ودوائر صنع القرار التي تتدخل في كل ما يمس الأدوار المهنية والحقوقية لرسالة الدفاع إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة التي صاغها المحامون وترافعوا من أجلها طيلة عقود. وعليه فإننا سنظل ملتزمين ومناضلين بكل الأشكال والوسائل المشروعة من أجل: أولا، تحمل الجهات المهنية والقضائية بجدية وحزم لمسؤولياتها في التصدي لكل مظاهر الفساد والإفساد والسمسرة التي تحطم الأدوار القانونية والحقوقية للمحاماة والقضاء، وتغتال مادياً ومعنوياً الفئات العريضة من المحامين والقضاة الملتزمين بالممارسة المهنية النظيفة. ثانياً، اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وصادقة في التعامل مع المؤسسات المهنية للمحامين
أثناء صياغة ومناقشة مشاريع القوانين واستحضار مصلحة الوطن والمواطن في مقتضياتها. ثالثا، فتح باب التشاور مع المؤسسات المهنية أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 قصد حذف جميع المقتضيات الضريبية التي تخالف الدستور وتستهدف المواطن وحقوقه، وإقرار نظام ضريبي عادل وملائم لمهنة المحاماة وطبيعة أدوارها ومهامها. رابعا، إخراج قانون متطور وحديث للمحاماة يستجيب لكل التوصيات المجمع عليها في مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتلك الصادرة عن الإطارات المهنية لتعزيز حصانة الدفاع واستقلاليته والتمتع بحق الدفاع والمحاكمة العادلة والولوج المستنير للعدالة وتوسيع وتحديث مجال عمل المحاماة وتحصين احتكار مهامها وتجريم المساس بها، مع سحب المقتضيات المتعلقة للمحامين من مشروع قانون معهد المهن القضائية ومناقشة مسودة جديدة توافق القانون في جعل معهد المحاماة تابعاً للمؤسسات المهنية للمحامين ومستقلاً عن كل السلطات. خامساً، جعل مختلف مشاريع القوانين الموضوعية والمصدرية ذات الصلة بممارسة مهام الدفاع وبالعدالة في المستوى الذي يعكس طموحات وآمال القوى الحية للشعب المغربي التي ناضلت من أجل تمتيع المواطنات والمواطنين بكل الحريات والحقوق، وخاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية ورقمات الإجراءات القضائية والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وغيرها من النصوص الأساسية، مع الإسراع بإخراج مشروع تعديلي لظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير السيء الذكر والذي يهدر حقوق الضحايا في كل مقتضياته. سادسا، تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير منصة رقمية وطنية موحدة للمحامين للوصول للمحكمة الرقمية بالمواصفات المطلوبة للرقي بمنظومة العدالة. سابعا، تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها الدستورية في التطبيق العادل للقانون وحماية الحريات والحقوق ضد تعسف باقي سلطة الدولة وإخضاع كل الملفات ذات الطبيعة السياسية والحقوقية لمعالجة قانونية صرفة تستبطن القواعد الدستورية التي أسست لتمتيع المواطنات والمواطنين بالحرية العامة كتعبير عن المكتسبات الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي من خلال نضاله المستميت، والاستجابة للتعليمات الملكية السامية بخوض ورش تخليق القضاء بشجاعة وعزيمة لمحاولة تطهيره وإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين فيه لدعم مختلف الأوراش المتعلقة بالتنمية وتشجيع الاستثمار. ثامناً، احترام وتحسين الأدوار الحقوقية للمحاميات والمحامين باعتبارهم في طالعة المدافعين عن حقوق الإنسان، وباعتبار ذلك دوراً من الأدوار الأصيلة لرسالة الدفاع وضمانة من الضمانات الجوهرية للحقوق والحريات. تاسعاً، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين والمحامين المتابعين على خلفية قضايا الرأي والتعبير لفسح المجال أمام انفراج وانتعاشة حقوقية واجتماعية واقتصادية تستفيد منها المملكة على جميع الأصعدة. عاشراً، تحمل الدولة لمسؤولياتها الأساسية في تطوير وتدبير القطاعات الحيوية وكبح جماح لوبيات الفساد والريع الاقتصادي التي تنهش يومياً جيوب الأغلبية الساحقة من فئات المجتمع المغربي التي أصبحت تعاني لتوفير أساسيات عيشها بشكل أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار ويرمي بلدنا أسفل قائمة الترتيب العالمي في كل المجالات. وستظل فيدرالية جمعية المحامين الشباب وفية لأدبياتها منطلقة في مبادراتها ومواكبة لكل المستجدات المهنية والقضائية والحقوقية والمجتمعية ترافعاً ونضالاً حتى تحقيق المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين
وعموم المواطنات والمواطنين. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم. هوية بريس.